السلام عليكم، ماش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمه كاتيا للمواضيع المختلفه. شارك الفنان المعتزل هاشم البسطاوي يومه السبت تدوينه اشاد من خلالها بالكوميدي المغربي محمد باسو، وذلك من خلال خاصيه القصص القصيره بحسابه الشخصي على موقع انستغرام. وعبر البسطاوي عن اعجابه بالمواضيع التي يعالجها باسو من خلال برنامجه السلكاله الذي يقدمه على قناته الرسميه بمنصة اليوتيوب بمناسبة شهر رمضان. وكتب هاشم بسطاوي في التدوينة: باسو الهم ديالو البلاد، تحس به، مبرزتش مع الطوندونس، مبرزت مع البلاد. مني كنلقاه بوحدو كنشوف واحد كيطنز على هادوك اللي كينطنزو علينا، يستغل مكانته الفنية ديما، فإنه يشعل الضوء على العبيتة اللي نايضة في البرلمان وكروش الكرشة. صادق في المعالجة، خصوصا عندما يكون النص نص بعيدا عن الاختلاط أو ما شابه. أنا صراحة الله كيعجبني هاشم بسطاوي لأنه كيهضر في مواضيع اللي ما كنقدروش نهضروا فيهم حنايا، يعني بحال مثلا هاد المعالجه اللي كيدير باسو، فعلا فهو كيعالج شي حوايج اللي حنا ما نقدروش نهضروا عليهم. صلاح وفاتي تاهما كيطرقوا لشي مواضيع اللي ما نقدروش حنا نهضروا فيهم، فالله يدير شي تاويل ديال الخير وبرافو ليهم من هاد المنبر.